كنت بحب أحملكم معي أخبار طيبة أو عايدكم بعيد الاستقلال، بس أنتو وأنا منعرف أنه لبنان قراره محتل من 75 46 سنة، ونحن من محتل للتاني لخاين للتالت، ما بتخلص قصصنا. ونحن عم نتعرض لأعنف عملية تجويع وتخويف وتهجير وقتل مجاني معنوي ومادي وجسدي تعرض له الشعب دون توقف 46 سنة وبعد ما صامدين. شو عم يعملوا نحن صامدين؟ بقوتنا؟ لا أكيد لا، بقوة الله، رحمة الله معنا. وإلا كيف كنا رغم كل هالشر المتربص فينا عم نقدر نفرح، عم نقدر نغني، عم نقدر نعيد؟ كيف رغم الخنقة العنيفة يلي تعرضنا لها كل هالسنين ربيناكم خرجناكم من أحسن مدارس لبنان وجامعات أولاد ترفعوا الراس تفتحوا القلب؟ أنتم متغربين؟ لا أنتم مش متغربين، أنتم بعدكم ضمن الوطن العربي الأكبر اللي نحن مننتمي إله واللي حاملين هويته. نحن بعدنا ضمن الخليج العربي يلي بتعنينا سيادته وحريته واستقلاله قد نور عينينا. نحن بالإمارات، شو الإمارات وشو نحن صار فيها لقلنا أهل وناس أكثر من ما في بلبنان. هاي بلد أخوتنا وناسنا وأحبائنا. أنتوا بدبي بمدينة المستقبل، شو أحلى من أنكم تكونوا بدبي، تحطوا إيديكم مع إيدين الناس اللي عم بتعلي وتعمر، تحطوا إيديكم مع إيدين ناس كبار بتشجر الصحراء، تحطوا تفوقكم بخدمة بناء أفضل للكل. شو أشرف من إنكم تساندوا شهداء الداخل اللبناني، ناسكم وأهاليكم. أنتوا سبب لنحن نصمد جوا. أنتوا مين أنتوا؟ أنتوا عساكر بالجيش اللبناني عم تدافعوا بالثقافة والفنون الجميلة والخير والحب وكل علم وكل تفوق على لبنان السيد الحر المستقل يلي ما منتنازل عن سيادته. انتو بتحاربوا على جبهة النور ونحن بجبهة العتمة، ولسبب ما نوركم يطلع ولسبب ما يجي التغيير معكم او مع اولادكم او مع احفادكم، بده يجي بده يجي لانه الله مع الحق. الله يكون معكم ويكون معنا ويصبرنا